السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الشابيتر 10. طبيعة الحال معكم دائما. ألوغ، توفيق الله يشفي. جبت لكم هنا ديك لا سيتاسيون اللي فيها محمد لو جاردينيي، كيف ما قلت لكم الخطأ من الكاتب، فغتلقاو بعض المرات باسم علا لو جاردينيي، كاين دو فوا علا لو جاردينيي، وفي هذا لو باساج كاينه محمد لو جاردينيي. غير دوكيمون وورد اللي درت فيه ريشيرش باش نلقى لكم هذا، ما فيهش لي باج سكيفي، دونك ما جبتش لكم لا باج، ولكن لا سيتاسيون راها كاينه في لو رومون لا بواتا ميرفي. داكوغ، دونك ملي كانت بالعينين كنت جابت التلامد كاع حتى لاباج، ولا تذكرت 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 راه حوالي شي حاجة بحال 187 على ما أظن، لاباج 187 شي حاجة بحال هاد الشكل. دونك المهم اللي كيهمنا هو أنه كاين خطأ في لوغومو، مذكورة محمد لو جاردينيي وماشي شي ماشي جاردينيي آخر، دو فاطمة بزيوية ودو سون ماري. D'accord, Mohamed le jardinier, ce qui fait qu'on parle de elle, le jardinier, on l'appelle Mohamed le jardinier. Donc, je cherche le kaiti, bah, le marat, le fichissi, tu le chajal kaiti Mohamed le jardinier, arabe, ben, le chata, l'amchi, le chars leader, ou la kin, mentabesh, en aucun chata, le roman, ou tabet le hal, il veut qu'il n'a pas le caméra, il l'a, subhanahu wa ta'ala, il kinshi, ou hadik, tu vois, توت ان رومون ما يكونش فيه بعض المرات بعض الخطيئات بعض الغليطات الصغار ولا شي حاجه راه تيكونوا داكور. بو الوغ مانتونو ديسكريبسيون دو لا رو اي دو لا ميزون دو لا ميزون دو سيدي العرافي. قلنا بان بغاو يمشيو يزوروا سيدي العرافي، اللي غيكون عندنا هنا هو ان هذا سيدي العرافي راه شواف، ولكن غيتوصف بواحد الطريقه ايجابيه كيف ما غنشوفوا. اذا اول حاجه قالنا الزنقه راه مظلمه اوبسكور، ولكن الدار ديال لو فويون كلير. وبحال هاد الاوصاف ملي كيكونوا من الكاتب راه كيكون عندهم معنى. ملي كنقول لك الزنقه مظلمه ولكن الدار مضويه مزيان، ف يعني هذيك الدار راه بحال شي نقطه ايجابيه وسط واحد المحيط اللي هو سلبي واسود. دونك سيريمونيال ولا ريتويال، قلنا هو مجموعه ديال الطقوس ديال داكو ريتويال شرحناها. دابا هذا ستان ايكيفالون ستان سينونيم داكو. دونك دو ساليتاسيون يسلموا على بعضياتهم وهذاك الشيء. هاد لو فويون راه افوغل اعمى ما كيشوفش. داكوغ، دونك لي دو فام سيدي محمد لو فويون سو سالي كيف ما قلنا. و غيكون عندنا هنا واحد لا ديسكريبسيون واحد لو بورتخي واحد الوصف ايجابي جدا لهاد لو فويون. داكوغ، وغنشوفوا من بعد علاش الطفل حاول يوصفو هكا. وهاد شوف باش يتعرف على سيدي محمد مزيان، قال يقرب، ملي يقرب هو يدوز لي يدو على وجهه داكوغ باش يمكن يشوف الوجه كي داير. داكور، لان الانسان ملي تيعمى كيولي كينوب اللمس، كيولي ينوب على الرؤيه. دونك ف قلت لكم قبل بان عندي مرض ديال ضعف البصر، ولكن فضل سيدي ربي كبير هذا المرض عندي انا ما كيتطورش العمى، هذا فضل كبير من سيدي ربي. دونك فاذا لو ناراتور كيف ما قلنا بدا كيدوز ليه وجهه يدو على وجهه، وكيدير لي اون ميم طون ريتويل دو بينيديكسيون. لا بينيديكسيون هي الرضا، كار كيرضى عليه وكيدعى معاه وكي وهاز واحد التسبيح لو شابلي هو التسبيح. تا لا شومبر قال لك واخا فقيره ولكن زوينه داكوغ، منظمه مزيان ومقاده وبيع. قال لهم جيبوا لي واحد القفه، جابوا لي هذيك القفه، وهنا كانت لا كيوريوزيتي من الطفل. ابريونسيون واحد النوع ديال التخوف، ماشي خوف ولكن تخوف بسيط بحال لانكيتود دي ناراتور. هنا غيشبه لو ناراتور ما بين لا بواط ميرفي ولو باني. اذا هاد لو فويونج كيدير باش كيشوف دونك كاين باني، كيدخل يدو في لو باني وكيجبد دوك الباني عامر بدي زوبجي، كيقول لك انت اللي جيتي تشوف عدو، كيقول لك دخلي داك جبد. ملي كتجبد انت داكشي اللي جبدتي انطلاقا منه كيقول لك لافنيغ ديالك. بين قوسين داكوغ، شحال من واحد كيكون مثلا كيكذب بشوافهم، ملي كيمشي يدخل عندهم كيصدموه وكيرجع كيصدق بيهم.
علاش؟ حنا عندنا قرين من الجن ياك، دونك فملي كتمشي انت عند شواف فاش كيبدا هو يدير بحال هكا شي كارطه ولا شي تسبيح ولا شي حاجه، راه كيخلي الجن كيتصل بطبيعته وكيسول وكيعرف، فبالتالي كتدخل انت ما مصدقش اللي هو باغي يضحك. شحال واحد دخل باغي يضحك على شواف ياك، وملي كيدخل كيبدا يقول ليه داركم هاكي دايره والفراش ديالكم هاكي داير الكوزين ديالكم هاكي دايره وكذا 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 وكذا، كيتصدم هذاك ملي كي دونك يعطي الاسم ديال با، يعطي الاسم ديال مو ديال خوتو ديال، دونك ملي كيتصدم فاش كيبدا يكذب عليه من بعد في اخبار كاذبه وهذاك، هو كيولي صافي مصدق بكل شيء. دونك هذه غير بين قوسين داكوغ، واللي من اللي تيكذب بهذه الامور يمشي يدخل عند شواف ويشوف، راه يصدمو يبدا يقول ليه اخبار على الماضي، ولكن ما يمكنش يعطيه اخبار على المستقبل شنو غيوقع وكذا وهذا. دونك فاذا الى مشى تعطى شي خبر على المستقبل كيعطي واحد النطفه من المستقبل، كتكون شنو هي؟ كتكون خطفه كي قال الله سبحانه وتعالى في القران، خطفه من الغيب داكوغ، فكتكون غير خطفه ما يقدرش يعطيه بالتفاصيل. دونك تدخل عند شواف قول ليه قول لي شنو غيوقع لي غدا من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه، ها الا بان لك الله صدمك قول ليه احكي لي بالتفصيل غدا من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه شنو يوقع لي، مستحيل يعطيك شنو يوقع لك. بون هذا بين قوسين، وندوزو ان شاء الله. فقال لك اودي انا عندي دي زوبجي في لابواتا ميرفي، الانالوجي والتشابه ياك شفناها في لي فيغور دو ستيل، و التشابه اللي باين بين هذاك لو باني ولا بواتا ميرفي هو الباني ولا بواتا ميرفي بجوج عامرين باشياء عاديه، ولكن هاد الاشياء راه لو ناراتور كيعرف السر ديال الاشياء اللي عندو في لابوات، وسيدي العرافي كيعرف السر ديال لي زوبجي اللي عندو في لو باني، اذا تو دو كونيس لو سكري، بجوج عارفين السر. وهاد شواف ماشي ان شارلاتون، قلت لكم قبل بان كاين لو شارلاتون سوبرستيسيو، هو اللي كيصدق بالخرافه، والشارلاتون هو اللي كيعيش من الخرافه، كيتكسب منها، كيكذب على الناس بها وكيربح الفلوس. لي فوايون شوافه من هاد لي شارلاتون، ولكن هاد شواف قال لهم لافنيغ ابارتي اديو، انا ما كنعلمش الغيب، انا كنقول لكم هذاك الشيء اللي كنحس به. داكوغ، ولكن المستقبل في علم الله. داكوغ، إذا الشواف شنو اللي تيدير؟ كيدعي بأنه يعلم الغيب. داكوغ، أنه كيعرف الغيب، ولكن هذا قال لك ودي أنا ما كنعرفش الغيب، أنا كنقول داك الشيء اللي كنحس به. وعلى هذه الفكرة، كاين ما يسمى بالغيب المطلق والغيب الإضافي. شنو الغيب المطلق؟ ما سيأتي في المستقبل غيب مطلق. وما هو في الماضي؟ هو غيب نسبي. علاش غيب نسبي؟ لانه غيب على البعض ولكن معروف عند البعض، فهذا كيقدر يوصل ليه الشواف. داكوغ، فاذا انت وقعت لك شي حاجه في القسم جيتي للدار، هذيك الحاجه اللي وقعت لك في القسم بالنسبه لك انت راه ماشي غيب، ولكن بالنسبه للوالدين ديالك وهذاك الشيء ما قلتيهاش ليهم راه هي غيب. دونك فالشواف كيقدر يطلع على هذا الغيب بالسحر وبالشعوذه وبالشياطين وبكذا، كيمكن يطلع على هذا الغيب الاضافي، ولكن الغيب المطلق لا يمكن ان يطلع عليه احد. فهنا لو ناراتور تير دو بانيي ان بو دو فيغ، اذا بدا بالاول اللي قال ليه هز هو لو ناراتور، جبد واحد الطرف ديال الزاج، لو فيغ هو الزاج. دونك فاش قال لي لو فويون قال لي ودي شوف، قال لي انت راك عايش كتحس براسك وحيد، ولكن واخا يبتعدوا منك الناس داكوغ، القلب ديالك راه فيه ان سولي نون سويي، سويي هو الملوث، شي حاجة إلا تلوتات كنقولو سويي، إلا تلطخات، إذا نون سويي هي بيغ، هي بروبر، إذا قال لي راه في القلب ديالك كاين واحد السولي نون سويي، داكوغ، وفين ما حسيتي بأن الناس بعدوك منهم بأنك وحيد، نظر في القلب ديالك وراه غتلقى كنوز وغتلقى، داكوغ، فهنا لو ناراتور بلان دو فيليسيتي، فيليسيتي هي قمة ديال السعادة. حنا غنشوفو في الحقيقة الكاتب كيعتمد شوية على علم النفس وما يقول في تفسير الأحلام، وبه كيفسر هاد لي زوبجي، إذا هاد لي زوبجي اللي غيفسرهم هاد لو فوايون هما في الحقيقة تفسيرات قريبة لتأويل الأحلام كي كيشوفوها في علم النفس. دونك لالا عيشة تيغ أن كوكياج، تحب الكوكياج، ومن التأويلات ديال الكوكياج بطبيعة الحال في علم النفس هو الخصوبة ديال المرأة،
دكور ان المراه راه غتكون ولود وغتكون كذا، فبالتالي هذا باش غيقرنها احمد الصفري ولا انا هو اللي كيقرنها، لو فويون راه غير شخصيه خياليه دكور، اذا مش غيقرنها غيقرنها بان غتعاود تزوج براجلها دكور، غيرجع لها راجلها. فاذا ردوا البال، هما ما حكاو ليه والو، تشوف هو اللي كيطالع على هاد الحويجات، ها كيقول لهم كينبئهم دكور. دوك فاذا قال لها راه الجرح غادي يبرى والعش غيعاود يتبنى، ومن وراء الشتاء راه غادي يجي الربيع، لو برينتون اي بور بيانتو. اذا فكينبئها بانها غادي تعاود ترجع الراجل ديالها. لالا زبيده جبدات واحد لا بيغ نوار، نورمالمون لا بيغ كتقال اللؤلؤ الحجر الثمين، ولكن هاد لا بيغ بطبيعه الحال مقصود بها انها عقيقه، واحد العقيقه كحله. اذا جبدات عقيقه كحله، فاش دار لو فويون اول حاجه تكلم لها على المعاناه ديالو هو ملي فقد البصر، قال فاش فقدت البصر ظلمت الدنيا في عينيه وكذا وكذا وكذا، ولكن من بعد راني اكتشفت خيرات في هذاك العمى واكتشف كذا، وعاود ولات عندي مسائل جديده، ولات عندي الطريقه ديال الرؤيه جديده، ولا عندي داكوغ. دونك نقدر نقول لكم انا كمجرب بانه راه كيعتقد الانسان بان الانسان ملي يتصبح على الحويجات راه ما شوق عليه، هو راه كيفقد حاجه ولكن كيعطيه الله سبحانه وتعالى حوايج اخرى كتعوضوا على هذيك الحاجه، خصو غير هو بطبيعه الحال يبقى يشوف الحياه بواحد النظره ايجابيه، ويبقى متفائل ويبقى سعيد، وكتجي حوايج اللي كتعوض على ديك الحاجه اللي مشات، وربما كيلقى حوايج اللي كتفوق كاع هذيك الحاجه اللي مشات. فاذا هذا هو اللي قال لها شواف، قال لها بنتي رانا في الاول رانا تصبت بالانجلترا صافي حياتي تقادت، ولكن من بعد راه اكتشفت كنوز واكتشفت خيرات واكتشفت كذا. دونك او لوي دوموند دافوار كونفيونس اون ديو داكور، قال لها ثقي في الله سبحانه وتعالى وفي الصالحين ديالو داكور. وقال لها شوفي خصك تمشي تزوريهم كاملين، راهم انت عزيزه عليهم، راه ايل تاكور دو بروتيكسيون، راه ما كيحموك كاع الصالحين ديال فاس، راه ما كيحموك، ولكن خصك تمشي تزوريهم داكور. اي لوي كونسي اون فان دو لي فيزيتي. اذا هذا هو اللي قلت لكم، ملي خرجوا لو ناراتور غيشوف لو فقيه، خرج بعدا ناشط بزاف ولكن غيشوف الفقيه، وملي غيشوف الفقيه في الحين غادي تقبض وغادي يحزن وغادي داكور. دونك هذه مقارنه ما بين لو فويون للاشاره، لو فويون هنا راه كيقصد به الكاتب، كاتب داكور، لو فويون هنا كيرمز للكاتب، قال لك بانه حيت كي قال لنا في لو شابيتر 5 فاش دا لو شابيتر 4 جو مي رابيل با تري بيان، فاش دا النعناع شوفو قال لك راه عندي دي زيو دو فويون داك، علاش؟ انه الكاتب كيشوف الحياه وكيكتشف فيها اشياء ما كيشوفوهاش الناس الاخرين، كيف الشواف كيشوف حتى هو الناس وكيشوف حويجات اللي مغيبه على الاخرين. فبغى يقول لنا هنا بانه راه الشواف الحقيقي راه هو الكاتب. دونك سودان لونفون تيغوريزي، دونك خاف ملي شاف الفقيه، واخا مشى الفقيه حيت هو كيبطل دابا حيت مريض، هو راه مابقاش مريض ولكن مازال ما بداش يمشي للجامع للمسجد الكتاب. فاذا هنا من وراها شاف الرمان لي غرناد، هما الرمان، قال متشري لي وكما بغيتش الحقيقه، قلت راه امير امير راه كلمه الاصليه العربيه مر، دونك راه باقيين مرين، باقي ما دخلتش لا سيزون ديالهم، فبدا كيبكي هنا بطبيعه الحال. ومن غير يرجعوا غيتفقوا باش ما يهضروش على الزياره ديال سيدي العرافي، علاش؟ على قبل الشوافه، حيت الشوافه غيبقى فيها الحال، خلاوها هي ومشاو يشوفوا شواف اخر، فاذا ما حكاوش هذاك الشيء، خلاوه سر. دونك هذا الحدث الاول في هذا الشابيتر الزياره ديال سيدي العرافي، والحدث الثاني هو اللي غنشوفوه هنا داكور، ماشي هنا ولكن بعد قليل داكور. هنا سيدي محمد قالت لي مور ما بقيتيش غتمشي للمسيد حتى يرجع باك، خصك تبقى معايا لانني مرة بوحدي، اش غايقولوا عليا الناس لا بقيت جالسه بوحدي. دونك و شاك سيمين كل اسبوع مبدات كتزور الساده، وتكلمنا على واحد الظاهره كاينه هذيك الساعه، كانت هذيك الساعه في فاس، ما عرفت كاين شي تلامذ من فاس دابا هما اللي يمكن يقول لنا واش هذه الظاهره باقا في فاس ولا لا، ولكن في هذاك الزمان كان عندهم كل بعض الصالحين، بحال مثلا سيدي بوغالب، مثلا سيدي بوغالب عندو النهار المفضل باش تمشي تزورو مثلا هو الثلاث، سيدي بوسرغين مثلا النهار المفضل باش تزورو هو الاربع،
مولاي يدري الزرعون النهار باش تزورو هو نهار الجمعه، داكوغ؟ فاذا كل واحد عنده نهارو اللي كيستاجب. فاذا انا بطبيعه الحال ما كنعرفش اسم عرش الفاسيين، ما يمكنش نتكلم على شي حاجه ما كنعرفهاش، ولكن داكشي اللي زدتكم هنا بوغ لي فاسي دالوغ ديال هذيك الوقت. بالنسبه للفاسة ديال هذيك الوقت كان عندهم هذه الظاهره، ولا الاشاره راه ما نطيحوا حتى واحد باش كنقولوا هذه الحويجات، لانه المغرب كله فين ما مشيتي راه كاينين ناس كيامنوا بالخرافه والشعوذه، وفين ما مشيتي كتلقى حويجات اللي غريبه لدرجه كتلقى في بعض المناطق كاع كاينين شي وحدين اللي كيحجوا عند السيد. حنا عندنا فاس في النواحي ديال اسيا كاين واحد السيد تما كيمشيو ليه بعض الناس وكيبداو يطوفوا به ويبداو داكو على اساس قال لك راه مشيتي ودرتي هذوك الحويجات راه بحال مشيتي لمكه ومشيتي حجيتي وطفتي بالحج. دونك فاذا ما كنقصوش من راه قلت لكم قبل انا من النوع اللي كيشوف ديك العصبيه القبليه وهذا فاس وهذا اسيا وهذا كيشوفها هراء وتخربيق ديال الدراري الصغار. واخا دونك فيما مشيتي كاين البشر المزيان وكاين البشر الخايب، كاسي ولا فاس ولا في غيره غتلقى بنادم اللي حلاوه الفن وغتلقى بنادم اللي ما فيهش ما يتشاف. دونك هنا الحدث الثاني اللي بغينا نتكلموا عليه هو الحدث الثاني اللي في هذا الشابيتر، الاب غير سل الام غير سل شو ديال الفلوس والماكله، حيت هو كيخدم في الحصاد كيعطوهم الزيت، يعطوهم زيتون التزبيبين يعني زيتون الكحال ولا كيعطوهم، فالبيض وكذا، فهو كيجمع هذوك الحويجات، فصيفط الماكله اللي جمع كامله صيفطها، وصيفط شويه ديال الفلوس للمراه ديالو، لان الفلوس اللي خلى ليها ما غتكفيهاش. وفعلا سولا طومبا بيك، كنقولوا في فرونسي سولا طومبا بيك ولا ابوان نومي، داكور، يعني جا في وقته المناسب. كار لا مير نا بريسك بلو دارجون، يعني تقريبا الفلوس اللي خلالها تقريبا تقادات. فلا غراتيتود هو العرفان بالجميل، داكوغ؟ فاذا ولان غراتيتود هي الضد ديالها، وعدم العرفان بالجميل، ومن هنا كنقولوا انغرا. انغرا هي مسخوط الوالدين ولا لا يعترف بالجميل ولا داكوغ، فيس انغرا هو مسخوط الوالدين، الله يحفظني ويحفظكم نكونوا منهم. دونك غراتيتود دو لا مير بوغ لو بير، دونك شوف قالت لي شوف واخا بعيد منا راه مفكرنا ما كينساناش، وفرحاتي والبنت ديالها، ومن وراها غتبدا كتزور الجارات ديالها، كتذوقهم من الماكله وتحكي لهم، داكوغ؟ يعني كتهز واحد جوج بيضات من هذاك البيض اللي جا تعطيه من الرحمه، تهز شويه ديال الزيت تديه لفاطمه، تهز داكوغ؟ دونك كل وحده تدي لها شي حاجه وتحكي لها. دونك غتجي هنا لالا عائشه تزورهم في هذا، والام حكات ليها قالت ليها ها وقع ها وقع، جا واحد الراجل وسيدي معلم عبد السلام راه صيفط وها صيفط وصيفط. فلالا عائشه تاهي قالت لها انا راه عندي ديك خبيره زوينه غير جي عندي غدا وغادي نقولها لك، هذيك خبيره غنكتشفوا في شابيتر 11. دونك قبل ما نبداو في هذا لو شابيتر، الحاجه اللي بغينا نشوفوا عفاكم هو انه انطلاقا من الزياره لسيدي العرافي بدينا في لو دينومو، شفنا ليفينمون بيرتورباتور، قلت لكم بالنسبه لي انا هو لا بيرت دو كابيتال لا فايت دو بير، الاب اللي فقد الفلوس ديالو، و لي بيريبيسي هما داكشي اللي داز في هذاك لو شابيتر 9 في الاخر ديالو، ومن لو شابيتر 10 من زياره سيدي العرافي غتبدا الامور كتحول نحو لو دينومو، نحو الحل ديال العقده. دونك شابيتر 11 غيكون شيل لالا عائشه، ودو شابيتر كيدوزو شيل لالا عائشه، شابيتر 4 وشابيتر 11، هادو من لي شابيتر الاخرين لالا عائشه هي اللي كتمشي تزور لالا زبيده، ولكن شابيتر 4 شابيتر 11 العكس، لالا زبيده هي كتمشي تزور لالا عائشه. دونك بقات حتى هي مضاربه مع الدبان اللي موشهم الدبان بطبيعه الحال. دونك لا كونفيرسيون هي التحول، ولكن هنا ماشي كونفيرساسيون، عندنا ندير انا البوطون ديال ماجيسكيل خدام، كونفيرساسيون جو ميكسكيوز جو ميكسكيوز داكوغ، خصني نزيد ا تي هنا ماشي كونفيرساسيون
Oui, rituel. سلامة، عرفتش علاش كتبت لها سلمى؟ كنظن بعض المرات كندير واحد لا كوريكسيون هكا بالوورد. دوك سلامة كي اون فوا دوم اونتر، يعني هاد المرأة خنتها، هاد المرأة هي مرأة ولكن عندها صفات ديال الرجل. ف الخدمة ديالها ماريوز بروفيسيونيل، بالعربي كنقولوا حنا خطيبة، هي اللي كتدخل في الزواج بحال عبد الرحمن. عبد الرحمن الرجال وسلامة النساء. دونك سلامة جات سلمات عليهم، سلامة ستين ماريوز بروفيسيونيل، وهاد سلامة وداك الشيء اللي جاي تقول راه هو الحدث بطبيعة الحال. إل أنونس كو دو غران زيفينمون سو بريبار، قالت لهم راه كاين شي حوايج زوينة غادي تجي. داكوغ، دونك لالة عائشة مشات كتوجد بالزربة تاي لأنها مشتاقة تسمع داك الشيء، غتقول لها سلامة، سلامة سيتي ماريوز، إذا لا جات راه جاية الصلح كيف ما غنشوف، جاية باش تصالح ما بين مولاي العربي ولا لا عائشة. دوك سي محمد عطاتو سلامة، جو مكسكيوز عفاكم، فين ما كتبت سلمى قراوها انتوما سلامة، ياك الا رديت لها البال راه غنصلحها كيف دابا، ولكن لما رديتش لها البال راه سي سلامة لا ماريوز. دوك سلامة كي سو في تاتوندر، اذا سلامة ملي صافي وجدت تا وجات هاد سلامة رديتو البال، الديكسيونير ديال الوورد ما فيهش كلمة سلامة، وكنظن انا درت واحد لاكوريكسيون وهو يبدل سلامة بسلمى، لحقتش داخلة في الديكسيونير ديال الوورد. دونك فإذا قلنا بأن هاد سلامة عارفة اللي عايشة مشتاقة تسمع الهضرة، فبدات ال سو في تاتوندر، ما بغاتش تدخل في الموضوع، داكوغ، بدات ال تورن، كنقول في الفرنسية ال تورن اوتور دو بو، داكوغ، كدور حول الموضوع ما بغاتش تدخل ليه. وملي كاع دخلات اش غدير؟ غدير واحد لون بريومبيل، واحد المقدمه طويله، بدات كتعتذر فيها، قالت لها واسمحي لي بعدا لحقيتش انا اللي دخلت في الزواج ديال مولاي العربي مع لا في دي كواف، قالت لها ولكن راه هو اللي عيط لي، راه ماشي انا اللي مشيت دخلت ولا شي حاجه، مولاي العربي هو اللي عيط لي قال لي بغيت نتزوج ب بنت كوافور واش تمشي تقوليها لوالديها وكذا. داكوغ، الوغ عائشه مهمه، لاله عائشه مهمه هادشي كامل، داكوغ، دونك اللي هامها هو اش جاي تقول لها سلامه، داكوغ. ف لو ناراتور مشى للطواليت، ومني مشى للطواليت زربان باغي يمتى يرجع يتصنت للبقيه، داكوغ، عزيز عليه هاد الجماعه ديال اللي كيسمعنا هاد العيالات، وفي الزربه ديالو دون ساعات، في الزربه ديالو نسى مسد الشباب ديال الطواليت ويتعيروا واحد المراه من الجارات ديال لاله عائشه، وهي تجاوب على لا زبيده، الوغ الامر شوي وكان غيطول، ان كوغيل خصومه ان ديسبوت ما بينهم وما بين لي دو فام، داكوغ، ولكن سلامه مجربه، سلامه عارفه ما دير، دغاك بردات السوق فرقات العيالات بجوجات، داكوغ، الوغ سلامه انونس، داكوغ، كيف ما قلت لكم تفكرت راه نصحح. سلام أنونس كو مولاي العربي سوفر افيك سا نوفيل فام، كي شارش توجور دي كوغيل، اذا بنت كوافور باغي تتخاصم مع مولاي العربي، يعني جامي ساتيسيت، ما عمرها كترضى، لا ساتيسفاكسيون كندورها عالي بان على سرور الاطمئنان، عند ذاك المعنى ديال الرضا بالاساس، كتكون تراضي على واحد الحاجه. دونك اذا لا مير دو لا جون ايبوز نسيبتو، يعني ام مرات الكوافور، هاد مرات الكوافور اون فينيم لا سيتياسيون، من داك النوع ديال العيالات اللي كيتصحاب ليه بانه كيصوب وراه كيهدم المارياج ديال البنات ديالو، دونك هي من النوع اللي كتمشي كتبدا تحرش بنتها، اون فينيم، اون فينيم هي تسمم، لو مو فينا هو السم ديال الكائنات الحيه، السم ديال الثعابين وديال العقارب ديال كذا كنسموه لو فينا، اون فينيمي اون بوازوني، دونك لو بوازون هو السم، ولكن لو بوازون عام في ما هو حيواني وما هو اصطناعي وما داكوغ، ولكن لو فينا خاص ديال الحيوانات. دونك الوغ لا سيتياسيون بار سي فريكون فيزيت، اذا ديما جاي عند بنتها و كتتدخل، يعني ماشي كتجي عند البنت وتسكت، هنا غتدخل واحد المراه جارت لاله عائشه
وسيدي محمد غيلقى فيها واحد الجمال كبير داكور دوك غادي تروفي سيت فام تري بيل. كما قلت لكم قبل ملي كنتكلم انا ملي كنكون في القسم راه واحد الانسان اللي عرفني واحد الانسان ما فيهاش داكور، ولكن بالنسبه للقسم كنتكلم بلا قيود بلا داكور دونك حنت لا حياء في الدين. دونك فاذا ظهور جميله بزاف، وكيبغي يتكلم لنا سيدي محمد على انها هاد الشهوه الميول ديال الرجل للمراه اي راه ما كيتفجر حتى لفتره المراهقه فما بعد، ولكن راه حتى في الطفوله راه كيكونوا منه براعم، كتكون ديك الزهره ديال هاد الحويجات كتكون بدات ولكن باقا ما تفتحاتش، يعني كيكون واحد النوع ديال الاحساس بالجمال ديال المراه وكذا. فهذا هو اللي بغيت يتكلم لنا عليه هنا ناراتور، بغيت يتكلم لنا على انه ملي شاف زهور لقى فيها واحد الجمال كبير داكور دونك حس بي. فاذا هنا هاد زهور هي اللي غتحكي مزيان، غتجي وغتاكد هاد الهضره تاكد. فقالت لهم ها مثلا مولاي العربي مشى وسار في السوق كيقلب على شي فولار البنت كوافر، قلب شاف احسن فولار يمكن يلقى شراه من اللي جابو شداتو هي وشيرتو ليه على الوجه ديالو، قالت ليه هذا فولار يليق بيا انا بنت ليك ديال هاد الفولار. اذا اش دار هو؟ بغى يضربها، ملي بغى يضربها تمشي هرسات واحد الكاس وقالت ليه مشيت قربتي ليا نقطع هاد اليدين انتحر. إذن كانت هذه النقطة التي أفاضت الكأس. دابا مولاي العربي ناوي يطلق بنت كوافوغ، ولكن واحد الراجل هو اللي ما كيحيد رجل تيحط رجل داكوغ، ماشي مشى طلق بنت كوافوغ، بغى يطمئن بعدا بأنه راه باقا مراته الأولى باغا به قابلة عليه عادي يمشي يطلق بنت كوافوغ. دوك وهاد القصه ديال العيشه كندور اهم من القصه ديال الناراتور، القصه ديال العيشه كتنتقد ديك الوضعيه ديال المراه داكوغ. هاد الراجل مشى مراته ضحات من اجله ومشى وعاود تزوج عليها وكل شيء داكوغ، وحتى فاش كان المعامله الخايبه ما باغي يطلق حتى يكون متاكد بان المراه الاولى راه باقا قابله به. اذا هنا كلهم اللي تما بداو على لا ميديزونس الغيبه والنميمه في العائله ديال لا فامي اونتيير دي كوافور. حنا في العربي والمسلمين كنعرفوا لا ميديزونس كنقسموها تقريبا لثلاثه ديال الاشياء. عندنا الغيبه، شنو هي الغيبه؟ هي اللي ممكن تكلموا بواحد الانسان بداك الشيء اللي فيه، هذه الغيبه، فيه حوايج وحنا كنحكوا هذوك الحوايج، هذه كتسمى غيبه. والنميمه كنحكوا حوايج ربما فيه ولكن بهدف اننا نخاصمو ما بينه وما بين اشخاص اخرين. والبهتان هو النوع الثالث، هو اللي كنفتاروا عليه، كنجيبوا عليه اشياء كنفتاروها، وهادو طبيعة الحال في الدرجات ديالهم في الاثم راه غادي وكتطلع من الغيبه عندها اثم، والنميمه اثمها اكبر، والبهتان خلاص داكور. دونك فاذا بالنسبه للفرنسيين بطبيعه الحال راه داكشي اقل، عندهم ميديزونس كلمه كتعني هاد الحويجات كاملين. ميديزونس جينيرال سور لا فامي اونتيير دو كوافور، دونك بدا ماشي غير بنت كوافور، يعيروا في العائلة كوافور كلها داكور. دونك ايون ديفيرس دونك اذا سيدي محمد غيدفق حتى هي الكاس ديالها تا غادي يدفقوا على يدفقوا تما، فالام ديالو ما غاديش تهضر معاه ولكن غادي تدي ليه لافودغ. لافودغ هو الرعده اللي كنقولوا حنايا، ذاك البرق اللي كينزل من السما وكيحرق عباد الله كنسموه لافودغ. دونك اذا فشافتي واحد الشوفه اللي فهم وعرف شنو هي هذيك الشوفه. دونك هذا لو شابيتر 12 في الحقيقه راه مابقاش فيه بزاف داكوغ، ولكن تقررت اني ندير لكم ولكن نخليه في الحقيقه. علاش؟ باش ملي ندير هذا لو شابيتر 12 نتكلم لكم شي شويه على حويجات اخرين اللي نختموا بهم كاع الدرس ديال هاد الدروس ديالنا ديال لابوات ا ميرفي. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متمنيا من خالص القلب لكم النجاح والتوفيق باذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.